على الوقت، هل في وقت معين المفروض ان انا ابدا احضر؟ يعني في ناس بشوفها بتحضر للفرح بتاعها من قبلها باربع خمس شهور، وناس تانية بتزنق نفسها اخر اسبوع. فالمفروض الميعاد السليم اللي اقدر اطلع فيه حاجه ترضيني وترضي كل الناس اللي تبقى متواجده. وانت كمان كويدنج بلانر تلحقي تعملي السيت اب بتاعك وتعملي الرؤيه بتاعتك. هو بيفرق على حسب حجم الايفنت وهم يعني الفرح وهم حابين يعملوا فيه ايه. في مثلا حد لو عايز يعمل سيلبريشن صغير يتبسطوا ويغنوا مع بعض، فقال له مش فارق معاه مكان معين، مش فارق معاه دي جي معين، مش فارق معاه ديكور معين، بيحب دايركشن بس اللي هو فليكسبل، يعني ممكن يعمل اي حاجه في الدايركشن ده. في حد تاني لا، بيبقى عايز مكان معين بتوقيت معين بدي جي معين بميك اب ارتست معين بديكور بقى تفاصيل. ساعات بنعمل ديكور مثلا فروم سكراتش، اللي هو بنعمل كل حاجه برودكشن ونعمل كل حاجه ثيم فروم سكراتش، فده طبعا بيبقى عايز وقت كبير جدا، لكن وعايز بادجت كبير طبعًا. جدا بادجت ضخم جدا. لا بادجت خلاص عدت. طب والرجاله بيدفعوا للحاجات دي؟ بصي، هو دلوقتي بقى الماركت مقسوم حاجتين، يا ناس بتدفع قوي الحاجات دي، يا ناس بدأ بقى تروح لحاجات اصغر اللي هو زي ريسبشن، زي ميني ويدنج، زي كب كاب ويغني. برضه ويدنج بلانر في الموضوع ده؟ بيحتاجوا في الريسبشن وفي الكلام ده. بيحتاجوا، بس طبعا الشغل بيبقى اقل بكتير، البادجت اقل بكتير، الوقت اقل بكتير. قد ايه مثلا؟ يعني لو نقول في اتنين دلوقتي جايين لك بيقولوا لك فاطمه عاوزين نعمل فرح محندق على قدنا فاميلي، بس عاوزين نعمل ديكور امور ولطيف واحنا نفرح عشان الصور وكده، ممكن يكلفهم قد ايه؟ يعني مثلا الريكوست زي ده بيجي كتير قوي في الخطوبات اكتر، ممكن تبقى في جاردن في البيت عندهم ويكونوا بس عايزين سيت اب. احنا يعني السيت اب والديكوريشن وحتى لو في الجاردن برضو بنسمع ارقام. ما كنت لسه اقول لك حاجه زي دي مش تبقى اقل مثلا من 40 50 لعدد قليل. 40 50 كم عدد؟ هيبقى فيها اكل؟ لا ديكور غير اكل. يا سندوتش مليون، سندوتش كفته، اي حاجه ولا اي حاجه، سندوتش بسطرمه حتى لا ولا ميه. ده بس للديكور ممكن 50,000 جنيه جاست ديكوريشن لجاردن. طيب والترابيزات والكراسي مثلا كيف؟ لا ما هي معاهم. معاهم ايوه. هيبقى مثلا عدد قد ايه؟ يعني هو برضو بتبقى الدنيا فلكسبل شويه، بس ممكن في رينج 100 واحد 100 يعني. ده الماكسيموم ممكن 120. 100 واحد احنا بنتكلم على ديكوريشن بس، بنتكلم برضو على مكان. انا ما عنديش جاردن مثلا، فانا لا في الشارع يعني واجيب وينج بلانر. ما انا يعني دلوقتي ما عنديش جاردن، فانا عايز مثلا مكان بقى؟ قاعه او اي مكان يسمح ب. ما ده بقى هتدفع اكتر. ما انا بتكلم بقى هيزيدوا على هيزيدوا. لا هيبقى اقل. انا كنت لسه اقول لك في اماكن اوريدي بتبقى ثابته، بتبقى جاردن مثلا بالسيت اب بتاعها، الكراسي والترابيزات بديكوريشن معين. التاتشات هتبقى اقل. لا غير كده، هي الحاجات بتبقى بتاعتهم اوريدي. فانا كل مره بطلع هي نفس الحاجه. طب مثلا هي دي قاعه مثلا ولا لا؟ ده بيت. ده بيت ايه ده؟ يعني احنا ممكن نبقى ريسبشن بيتنا ده بيت. اوكي. والفيديو ده كان فيه بيفور وافتر كمان. انت اللي عامله ده؟ الله حلو قوي. ده في القلعه. طب ده بقى وهو في البيت ده برضو ما كانش فرح، ده كان خطوبه. لا ريسبشن وكاتب كتاب كده وفي الاخر بيغنوا، لكن ما كانش بقى فرح وبوفيه لا يعني ما كانش بالمعنى. طب والحاجات دي ما بياكلوش فيها؟ لا بياكلوا، بس بقى دلوقتي طالع فينجر فود، هاي تي، حاجات كده، مش اكل اكل يعني. اكل اكل ده بادجت تانية لوحدها. طب ده فين ده؟ القلعه؟ القلعه. ايوه شفتي عرفت ازاي؟ القلعه بقت ترند الفتره اللي فاتت، والافراح بتاعتها بقى شكلها حلو جدا. الله. اماكن هيستوريكال كتير قوي دلوقتي طالعه في مصر حلوه قوي. طب فاطمه، بما ان احنا بنتكلم بقى على الحاجات الريسبشن وبتاع، الناس اللي هي دلوقتي، وده احنا زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا، ان بقت الناس بتفكر انا هعمل فرح ليه واجيب ناس ما اعرفهمش يقعدوا يبصوا عليا ويقعدوا يقولوا شوفوا عاملين ازاي، وفي الاخر ما بيعجبهمش حاجه والله. فهنسافر بس في نفس الوقت برضو الاهل واقرب الاقربون عايزين يفرحوا بيا. عايز اعمل حاجه كده ايه صغننه، فايه الاقتراحات بتاعتك؟ اول حاجه انا عندي كده وجهه نظر في الموضوع ده، ان احنا نعمل حاجه مش لازم عشان تبسط الناس، يعني تبسطنا. يعني احنا هنعمل ديكوريشن، لما حد بيجي يقول لي مثلا ايه الترند، انا عايز اخد حاجه زي الفرح ده، زي الفرح ده، اتس اوكي يعني، ده اوبشن موجود ممكن نعمله، او تعالى نفكر انت بتحب ايه، ان كاستمايز حاجه معينه انت بتحبها بالظبط. ايه اكتر فكره مجنونه عريس او عروسه جو لك بيها وقالوا لك فاطمه احنا عاوزين نعمل فرحنا بالشكل ده، كانت حاجه انت حاساها انه ايه ده، ايه جات لهم الفكره ازاي؟ كان في مره خطوبه كانوا عاملينها كلها هوت بينك، يعني كنا جايبين كل الكفرز وحاجات فوشيا، الورد، كل الوانه كده. هي العروسه بتحب اكيد لون الفوشيا جدا. ايوه انا برضو على فكره ما كانتش في الاول بتفكر، يعني عماله تقولي بحب اللون ده بس غريب، مش عارفه الناس هتقول ايه. فبحب الواحد يعمل كان مورنينج، كان بالصبح وكمل لحد بالليل. وكمل. يعني بس هو الستارتنج كان الصبح عشان برضو الويلكم درينك او المكان التورته والكلام ده، شفت ناس بيحط بيتزا مثلا سندوتشات برجر في الحاجات دي برضو لسه شفت حاجات غريبه. في ناس بتعمل قهوه مثلا بدل الشرب بوت اللي كنا نعرفه زمان. ما كانش على ايامي، بس انا كان على ايامي ايه بقى يا فاطمه؟
التورته. ما تكبريش نفسك كده. لا معلش لو سمحت خليك في حالك. ما تقوليش الكلام ده في التلفزيون. مالناش دعوه. ايوه مامتك فاكره اكيد الكلام ده. التورتايه اللي العريس والعروسه يمسكوا السكينه كده بايدهم والنبي لو معانا صوره نجيبها يقطعوها كده هما اتنين وكل واحد يدي شوكه والحركه بقى الرخمه الحاجات دي لسه موجوده. والله في ناس لسه بتعمل حاجات. بنحاول اللي هو يا جماعه بقى جددوا. خلاص بقى خلصنا. يعني طب انت اخوك لسه متجوز عمل حركه الشوكه دي؟ لا 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 والله العظيم ابدا. برافو عليك حقيقي. بلوك والله على الهواء. طب الصور الصور اللي العروسه تعمل فيها كده لا دي اتغيرت بقى. دي اكتر حاجه اتغيرت. ما بقاش في استوديو بقى. بقى بيتصوروا اوت دور في جناين في بحر الحاجات دي. انت بقى تاخدي الموضوع من ايه؟